من القصص أنه كان في اثنين، واحد أردني واحد عراقي، كانوا عايشين في بريطانيا، ما لهم أي علاقة بالإرهاب ولا أبداً. فهم تجار وراحوا السنغال، الأمريكان اختطفوهم من السنغال وجابوهم وين؟ غوانتانامو. قالوا أنتوا إرهابيين. طبعاً في النهاية طلع كله كلام فاضي، ورجعوا وعوضوهم الحكومة البريطانية، مع أن المفروض الحكومة الأمريكية تعوضهم، بس الحكومة الأمريكية انسى تعوض. ظلم عظيم جدا. طيب. هذا بشر العراقي محترم جدا ومؤدب جدا وإنجليزيته راقية وما شاء الله عليه، عنده بسطة في الجسم وما يسوي مشاكل، يعني عاقبوه ظلما وزورا. فكانت في مشكلة أن في أخ قاعد يعذب في التحقيق، فالأخوة اتفقوا في العنبر أن نمسك الصحون وما نسلمها لما يجي الواتش كوماندر، نقول له ليش تعذبون إخواننا في التحقيق. فمسكت الصحن مع الشباب، فعلى أساس أن القوات شغبتينا واحد واحد، استخدموا الكلاب في ذلك اليوم، حتى عضت أخ من المدينة. فوصلوا عند الأخ بشر، فأسمعهم يكلمونه، وهو إنجليزيته جدا راقية، فيكلمهم يقول excuse me can you، يعني بكل أدب وبكل احترام، يعني من فضلك هل ممكن أنك تعطيني سبب أنك أنت تدخل علي بالكذا، يعني بالطريق، وأنا ميت من الضحك. أخ حبيب جدا طويل. هل هو قاصد يعني ولا لا؟ هو طبعا مؤدب، هو طبعا مؤدب جدا راقي، فحتى يكلم اللي جايين يبون يضربونه يكلمهم من فضلك هل عندك. فأنا أضحك وناطر دوري بيني وبينك، والجنود واقفين وبالخوذ بالكذا، يلا تنبطح ولا لا تسلم الصحن. أنا ما أستطيع أن أسلم الصحن، كلهم بالإنجليزي ما شاء الله إنجليزي تراقي، لا أستطيع أن أسلمكم الصحن لأن أخي لا زال في التحقيق يعذب وقاعد بتسلم ولا لا؟ خلصنا. أبخه افتح الباب، تفاجأ، ولا هذا الشخص اللي أنا متوقع أن أول ما يفتحون الباب الجنود طاق 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 وطاقين وماخذين الصحن. والله العظيم يا جماعة إن ما استطاعوا الدخول إلى زنزانته. طول شام. أستطيع أن أترككم تدخلونه. ما قدروا. والله حاولوا قدر المستطاع أن يدخلون. ضرب. ضربهم ضرب. وين الإكسكيوز مي كان يو؟ ضربهم ضرب بالقوة، استطاعوا تكتيف بالقوة. وهم بعدين مطلعينه. أقول له بشر بشر كيف حالك يا بشر؟ يقول الحمد لله أنا بخير، ويعني بكل هدوء بنفس موتني من الضحك.